السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنعرف عملة دولة المكسيك وهي البيزو. زي ما انتم شايفين قدامنا العشرين بيزو باللون الأزرق، دي صورة العشرين بيزو من الخلف. طبعا العملة ورقية صغيرة جدا زي ما انتم شايفين باللون الأزرق العشرين. بعد كده عندنا الخمسين بيزو ورقة إصدار جديد سنة 2015، في علامات مائية كتير، علامات الفراشات دي. الورقة باللون الأحمر والبرتقالي أو الأصفر والبرتقالي زي ما انت شايفين، فيها صورة القلعة والجسر الموجودين في دولة المكسيك المشهورين. بعد كده باللون الأصفر ورقة الميت بيزو، ورقة ألوانها جميلة جدا، عليها صورة كتابة الميت سنة استقلال من 1917 ل 2007. دي الميت بيزو من الخلف باللون الأصفر والأحمر، ورقة ألوانها جيدة جدا، إصدار جديد. بعد كده ورقة الميتين بيزو مكسيكي زي ما انت شايفين باللون الأخضر، عليها صورة رجل وامرأة يتوسط العملة، والميتين بيزو باللون الأخضر من الخلف، عليها صورة نسر موجود خلف العملة يطير فوق بحيرة. وبعد كده ورقة الخمسمية بيزو مكسيكي باللون البيج أو البني الفاتح، عليها صورة رئيس الجمهورية. بعد كده صورة الخمسمية من الخلف، صورة حوت موجود في وسط العملة في بيوم في النهر الموجود في المكسيك. بعد كده ورقة الألف بيزو مكسيكي زي ما انتم شايفين، العيلة المالكة القديمة لدولة المكسيك 1917 باللون الزيتي الفاتح، ومن الخلف صورة تايجر أو نمر، ودي أكبر ورقة في العملة المكسيكية. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الصور، شكرا ليكم.